الاحتفالات السنوية أنا من 405 إلى حال التاريخ لم أتغيب عن حفل واحد. الله والحمد لله. كان من 405 إلى 432 الذي يرعى الحفل سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. حريص. حريص ويجي في الوقت المحدد، ولم يوم من الأيام قريب من العمل أنه قالوا لنا اختصروا ولا يطول على غير مشغول ولا شيء يستمتع، إلى حد أن زرناه أظن سنة 29 في منزله يوم الاثنين بعد المغرب وقال لنا متى الحفل. حسين الرجال عيش معنا، يعيش أهم التحفيظ. صار مرة مشكلة بسيطة إدارية، فجانا خطاب من الأمارة الشيخ سعد الله يحفظه قال خلنا نروح للأمير سلمان، الأمير سلمان نشوف وش الموضوع هذا أو نعتذر، ما أدري جمع تبرعات ما أدري والله وش الموضوع الآن ما أذكره. المهم رحنا للأمير كاتبين خطاب أيضا مقتضب ونعتذر وكذا وكذا، ما قرأ الخطاب، قلنا له هذا الخطاب عشان كذا، حطه على الطاولة وقال الثقة فيكم، لكن الله شوف لكن على الجميع، يعني قصدون التعميم للجميع، لكنكم أنتم محل ثقة. محل الثقة. حصل سنة من السنين الواردات الجمعية قلت شوي، سنة 23 السنة التي مولد فيها الشيخ عبد الرحمن فريان، أنا سويت دراسة وجدت أنها انخفضت. كتبنا خطاب الأمير سلمان وشرحنا له، ما أخذنا إلا يمكن أسبوعين 3 أسابيع إلا هو داع من الجمعية مليونين ريال. الشيخ عبد الرحمن الله يغفر له ويرحمه كان حريص على هذه الجمعية، وكان أيضا يفكر، إلا كما أسلفت أنه يعني ما كان يطمح كثيرا للموضوع حقيقة التوسع المالي، ويقول هذا مشروع الأمة كلها، مشروع المجتمع والمجتمع ذا.